عمل ايه؟ عيل اسمه منصور في الاتحاد الافريقي رئيس الاتحاد الافريقي كره اليد، انا واخد البطوله الافريقيه والسوبر، راح وقفني سنه وعمري ما حضرت ماتشات. هو ده بقى الدعم اللي قال عليه تمام. وكلمه احمد عن طريق انا ياما عمرو مصطفى عايش، راح وقفني سنه في كره القدم من غير ما اطلع من بيتي. ده الدعم بقى، خلي بالك حسن مصطفى، ولا بخاف منك يا حسن، وبقول له ده انا بدور عليك يا حسن مصطفى، بدور عليك في مصر كلها تاني، بدور عليك في مصر كلها، لافف عليك مصر كلها، ومحدش هيحميك مني ما دامت جاي تبلطك في بلدي بتعليمات من تبيين. وابعت لك رساله جايه لي دلوقتي حالا من عندهم في قطر، قال لك شطبناك خلاص وشتيمه. طيب انت بتقول لي بقى القانون، انا رحت معالي النائب العام اللي قبل كده، قال لي يا استاذ مرتضى احنا دخلنا على الايميلات ما لقيناش ايميلات. قلت له يا فندم الموضوع مش ايميلات، الموضوع ده توقيعه وده ختمه ولا لا؟ ده توقيعه وده ختمه ولا لا؟ تمام. السنه اللي قبل اللي فاتت راح عامل نفس الموقف ووقفني سنتين، تفتكر ولا ما تفتكرش؟ وقفني سنتين، رحت المحكمه، رحت الوزير الشباب الاخ الموجود دلوقتي الاستاذ اشرف صبحي. انت بتقول لي هتعمل ايه بقى اهو؟ تمام. قلت له دلوقتي القانون 71/2017 بيقول الاتي، ان في اربع هيئات رياضيه حضرتك تشرف عليهم، اللجنه الاولمبيه، البرلمانيه، الانديه، الاتحادات. ومفيش هيئه تعاقب هيئه، ده القانون، وحضرتك مشرف عليها. لما تلاقي هيئه بتاخد قرار باطل حضرتك بتلغيه. قال لي ايه القرار الباطل اللي مخالف للقانون؟ قلت له دلوقتي الراجل ده وقفني سنتين ودي هيئه المفروض ما تعاقبش هيئه، بالاضافه ان عندي الحصانه تمام، بالاضافه لعقيم دي جمعيه العموميه لو انا عملت حاجه. فالسيد الوزير يعني تجاهل يعني، كان سلبي. يعني ايه في القانون؟ يعني خد قرار سلبي، فروحت المحكمه تقول لهم الوزير كان دوره يعمل كذا وما عملش، احكمي يا محكمه. فالمحكمه حكمت بيه بقى. ده المهم، ده الموقف اللي فات اللي هو ده دلوقتي برضه، يعني شبيه بيه دلوقتي، اللي انا مش هروح محكمه خلاص، لان انا عندي حكم. اتقدم للاخ احمد صبيح، احمد حافظ، مش اسمه احمد ايه، احمد حافظ تقريبا، اللي هو قال لك ايه، وفي مستشار، هو في مستشار قطاع خاص يا اخ هشام حطب؟ لا، انا اعرف المستشار على المنصه، او مستشار اي وزير من الوزراء، انما مستشار ده جايبه قطاع خاص؟ لا، ما ينفعش. المستشار بقى كان عنده الكلام ده، لما طلبني بجواب اروح له، راح له المستشار القانوني للنادي قدم له الكلام ده. ايه بقى قدم له؟ ايه؟ قدم له الحكمين دول. الحكم الاولاني رقمه 1916/73 قضائي، برئاسه معالي المستشار شريف حلمي عبد المعطي، دكتور فتحي محمد السيد، المستشار حامد محمد محمود، دول نائب مجلس الدوله، ضد وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه. المحكمه التي بختصر لك بقى في سطرين. لما كان قانون الرياضه المشار اليه وذلك الميثاق الاولمبي اللي هو بتاعهم ولائحه اللجنه الاولمبيه الدوليه، شفت انا وصلت فين بقى؟ الأولمبية الدولية. فضلا لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية، لم تخول للجنة الأولمبية المصرية أو جمعياتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الثلاثة ومن الأندية، خلي بالك، أو توقيع أي جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو على اللاعبين الرياضيين فيها. فبناء بذلك تكون قد تجاوزت حدود اختصاص بتوقيع العقوبة على رئيس نادي الزمالك. وبعدين ولما كانت المواثيق واللوائح الرياضيه الدوليه، لان موافق جمعيه عموميه اللجنه الاولمبيه المصريه مؤقت بتاريخ كذا 20/10 على قرار مجلس الاداره مطعون فيه، لا تمنح لمجلس الاداره للجنه الاولمبيه اي اختصاص ولا تضفي عليه اي شرعيه على قراره، تمام. ولذلك ان ما اظهرته اللجنه الاولمبيه المصريه يتعارض مع ابسط مبادئ العداله ويقتضي الغاء قرارها، ولا ينال مما تقدم ما قدمته اللجنه الاولمبيه بالاوراق من مدونه السلوك والاخلاقيات والقيم الرياضيه اللي هو بيتكلم عنها، تمام. فالمدونه جاءت على رحم وغير نص الماده التي تستند اليها استلامات لجنه الهيئات الانديه والقيم والاختصاصات وحدود اختصاص اللجنه الاولمبيه وقرارات لها اختصاصات واجراءات على سبيل الحصر. وجاءت في الباب الرابع تقرر عقوبات على جميع اعضاء الهيئات الرياضيه المتسمين لها من اعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، مالهاش دعوه بقى بالانديه، تمام. ولذلك حكمت المحكمة بقبول الدعوة شكلا، وفي الموضوع لغت القرار بتاع مين؟ بتاع اللجنة الأولمبية. تمام. ده الحكم الأولاني. طعنوا عليه؟ طعنوا عليه. حصل إيه؟ اتفضل يا باشا. الإدارية العليا المستشارين المحترمين
باجماع الاراء رفض الطعن بتاع اللجنه الاولمبيه. الطعن الثاني اللي هو برضه سنتين زي دي بالظبط كده. محكمه منتهى الاحترام برضه برئاسه مين؟ مستشار شريف حلمي اللي هي دايره واحده. خلاص في القضيه رقم 4323 المحكمه قالت ايه؟ اتفضل يا باشا. سطرين بس اهي. قامت اللجنه الاولمبيه المصريه بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسه نشاطه كرئيس نادي لمده عامين. نفس الموضوع ولا مش نفسه؟ تمام. جاوبنا يا عم رضا. نفسه. ايوه نفسه يا استاذ يوسف. لما نصب عليه على نحو مشاركه نفس الكلام شتمنا وعم ضربنا وعلى قفاه والكلام ده كله. خلاص؟ فان العقوبه جاءت دون وجود سند قانوني يسوغ لها ذلك. لانها بذلك تكون خالفت احكام قانون الرياضه والميثاق الاولمبي وتجاوزت حدود اختصاصها المقرره لها قانونا. سيما ان المدعي ليس عضوا باللجنه الاولمبيه المصريه. خلاص؟ واذا كان لها لوجة سبيل التقاضي بشقيه الجنائي والمدني من اجل دفع ما يكون قد اصابه من ضرر ومساءله المدعي عما نسب اليه بسبب القصف بانه لا يد لهم الا اللجوء التقاضي بشقيه الجنائي والمدني من اجل دفع ما يكون قد اصابه من ضرر ومساءله المدعي عما نسب اليه بيد انه لا يجوز لها قانونا. وقفه تاني وقفه عن ممارسة نشاطه كرئيس لإحدى الأندية الرياضية منتخبا من جمعيته العمومية نظرا يمثله ذلك من افتاءات على إرادة الجمعية العمومية لأعضاء نادي الزمالك التي انتخبته لإدارة شؤون النادي وتمثيله في كافة المحافل الرياضية والرسمية وهي وحدها التي تملك محاسبته وسحب الثقة منه. دص يعني ده عكس اللي كتبوه كله النهاردة. ده لازم يتحدى ده بقول لك حكم محكمة ترميه في الزبالة. دول مجرمين. لا ده تحدي للجمعية العمومية الخاصة بنادي الزمالك. دول مجرمين. طيب. دول مجرمين. نفس الكلام اللي انا التاني بيقول ده مجرم. طيب. ده بيتحدى الجمعيه العموميه بيتحدى احكام القضاء خلي بالك وبيتحدى القانون. تمام. خد اللي بعد كده بيتحدى ايه تاني؟ كان في جواب النهارده من البرلمان تقريبا من المستشار. واذا ثبت مما قدم عدم مشروعيه قرار اللجنه الاولمبيه المصريه بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسه نشاطه كرئيس للنادي لمده عامين فانه كان لزاما على الوزير اعمالا لسلطته الرقابيه في هذا الشان ممارسه نشاطه أن يتدخل ويعلن بطلان القرار المطعون عنه. أما أنه امتنع عن ذلك فإن امتناعه يشكل قرار سلبي مخالف للقانون وياخذه تراجع للإلغاء خلاص ولا يقدح في ذلك. ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناد لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية اللي هو نفس الكلام بتاع المراد الصادرة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ برقم 6/29/2018. فذلك مردود عليه ده المحكمه بان كل من قانون الرياضه سالف البيان والميثاق اللجنه الاولمبيه خلى من سمه نص قانوني يخول لمجلس اداره اللجنه الاولمبيه اصدار مثل هذه المدونه ليفرضها على الهيئات الرياضيه او على اعضاء مجالس ادارتها وتوقيع جزئيات الوارده بها عليهم وبالتالي فان مجلس اداره اللجنه الاولمبيه ياخذه والحال كذلك انتزع لنفسه اختصاصات دونما ظهير قانون يدعمه وما لا يجوز قانونا وبسبب وجب الاعتداد بذلك تغوله على احكام قانون الرياضه. يعني بلطجه يعني شاب حتى بلطج النهارده. الاحكام دي راحت برضه طعن المحكمه الاداريه رفضت الطعن بقى حكم نهائي. الاحكام دي راحت للقاضي اللي بيقول عليه القاضي وانا بقدم فيه شكوى للتفتيش القضائي لازم يحاسب. ليه؟ لان انا هحترمك كقاضي ومش هقدر اتكلم لان انا كنت في يوم رئيس محكمه قبل حضرتك ما تتخرج. تمام. حضرتك هتروح صلاحيه ليه بقى؟ لان حضرتك خلي الماده 123 كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم محكمه خلي بالك حكم محكمه او قانون يعاقب بالحبس والعزل. صحيح. طيب ايا كان سياده المستشار بس عشان انا وقتي معلش هتنفذ ولا لا بس سياده المستشار بس عشان انا بس مجلس النواب النهارده في جواب اتبعت صحيح للجنه الاولمبيه الصبح قال له لا يجوز انك تعاقبه او تحقق معاه او تساله الا بعد استئذاننا وانت ما استاذنتناش لان ده راجل في العضو في البرلمان لغايه دلوقتي وله الحصانه حضرتك لازم تستاذن. تمام. قال له استاذن قال له انت مجلس النواب قال له ما يهمنيش اديت له عقوبه 4 سنين يبقى اذا اللي عمله هشام حطب في اقرب تواليت برمي الورق اللي عامله. تمام. ولا يجرؤ حساب خطر يدعني من دخول النادي وبرس اختصاصي وانا مش هسيبه بقى لان بقول لكل مصر. تمام يا سياده المستشار. ده مناخ. انا بشكرك سياده المستشار لان انا معلش انا بس بشكرك لان الوقت انتهى سياده المستشار مرتضى منصور يمكن هو جاوب على جزئيه الـ 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 القرار وان قرار فيه جزء محكمه هيكون هو هيلجا ليه في الفتره القادمه.